السيدات والسادة، أعضاء هيئة الشرطة الكرام، في الختام أتوجه لكم بتحية من القلب في يوم عيدكم، تحية لمن ما زال يواصل عطاءه ومن تقاعد. نقول لكم إن تضحياتكم محل تقدير من شعبنا الأصيل الذي يحفظ العهد ويدرك قيمة جهود أبنائه من رجال الشرطة، وتحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء الشرطة الأبرار وللمصابين وعائلاتهم. نقول لهم إن مصر لن تنسى أبداً تضحيات ذويكم، وستظل بارة بأبنائها الأبطال الذين يضحون من أجلها ويسهرون على حمايتها وسلامة شعبها. حفظ الله بكم جميعاً هذا الوطن الغالي ليحيا دائماً في أمن وسلام، ماضياً في مسيرته نحو المستقبل الأفضل بعزم وثقة وإيمان لا يتزعزع بقيمة هذا الوطن العزيز الذي يعلو ولا يعلى عليه. وأخيراً تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد فعلا تحيا مصر. يمكن زي ما قلنا في الاول ما يحلاش الاحتفال الا بذكر الزهور اللي قدموا بجد حياتهم فدا بلدهم، ولولاهم الحقيقه ما كناش كلنا قاعدين دلوقتي في بيوتنا وقاعدين في امن وحاسين بالامان. عشان كده لازم يكونوا هم اول الاحتفال من خلال اسرهم وكمان عائلاتهم. لازم نقول لهم احنا كمان مش ناسيينكم، احنا كمان فاكرين ومقدرين ومطمنين. وفعلا تعظيم سلام. تعظيم سلام. معايا زوجة العميد عامر عبد المقصود اللي استشهد في احداث كرداسة، اكيد كلنا مش هننساه ابدا. فاحنا بنقول لك شكرا انك شرفتنا وانك دلوقتي في مكان افضل بكتير جدا، بس انت حميتنا وفادتنا بروحك، وده واجب طبعا على كل رجال الشرطه. بس كمان احنا بنشكر كل رجال الشرطه. النهارده هتكون منورانا في الاستوديو زوجة الشهيد عامر عبد المقصود الاستاذه نجلاء. اهلا بيكي النهارده معانا. اهلا بيكي بالساده المشاهدين وبمصر كلها يا رب. اهلا بيكي. هنتكلم عن بطولات وامجاد وحاجات كتير جدا، لكن خلينا النهارده قبل ما نتكلم عن الذكريات تقولي ايه، توجهي رساله لكل ام شهيد، لكل زوجه شهيد في ذكرى النهارده. طبعا النهارده 25 يناير عيد الشرطه المصريه 67. الاسم ده ما حدش هيقدر ينساه طبعا. ما فيش حاجه اسمها ان هو عيد الثوره، لان احنا بنتضايق قوي من الكلمه دي. احنا كزوجه شهيد او ام شهيد، ف 25 يناير هو عيد الشرطه طبعا. استحاله ان حد يقدر يغير الاسم ده خالص. فطبعا يعني عيد الشرطه ده ضحى فيه ابطال مخلصين لمصر وتراب مصر. فاحنا ضحينا بالغالي والنفيس من اجل وطن اسمه مصر. لولا وجود سياده الرئيس فكان زماننا، يعني احنا كنا داخلين نفق مظلم، لكن ربنا بعت لنا سياده الرئيس يوم 30/6 تصحيح الخطا اللي كان حاصل في 25 يناير. بعد 25 يناير طبعا الاحداث الداميه اللي حصلت ساعه ما قامت نكسه 25 يناير، وشفنا فيها ضحى ابطال برضو من الشرطه المصريه عدد كبير طبعا، والعدد مستمر الى ان ربنا بعت لنا سياده الرئيس اللي صحح الخطا يوم 30/6 وعمل انتكاسه، يعني تحويل مسار مصر الى الخير الى التقدم. افسد كل مخططاتهم طبعا الحقيقة. طبعا يعني هو كان المقصود بنكسه 25 يناير ان هم عايزين مخطط يقسموا مصر. فطبعا مصر عمرها ما تتقسم، لان مصر محميه بالقران الكريم، ومش ممكن ان يكون معانا رئيس زي الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب. ولا كمان الوقفه الجدعان بتوع مش الضباط الشرطه. انا عايز اقول لك ان ضباط الشرطه احنا من غيرهم، لان احنا كان عندنا ضباط قلب من حديد بالظبط، منهم الشهيد طبعا العميد عامر عبد المقصود. عايزاك تكلميني عنه اكتر وتقولي لي اخر كلمه قالها لك، اخر قعده قعدتوها مع بعض اتكلمتوا في ايه وقال لك ايه.
هو اولا عامر كان بيحب شغله جدا، كان مخلص جدا جدا لشغله. عارفه اللي هو بيقول لي انا عامل زي السمك لو طلع من الميه يموت. فانا حياتي كلها شغلي. انا كان يعني هو كان حتى بيتمنى ان هو يموت وهو في شغله، ما كانش بيحب مثلا ان هو يعيا او يقعد في البيت ولا الكلام ده كله، لا بالعكس ان وقته كله للشغل. حتى يعني اكتريه وقته انا ما كنتش بشوفه، يعني عامر كان موجود ومش موجود، لكن كنت بسمع صوته طول الوقت، كان بيكلمني طول الوقت يطمن عليا ويطمن على الولاد. لكن انا عمري ما شفت واحد مخلص في شغله زي عامر عبد المقصود، ومش عامر بس، لا كل القيادات الداخليه عموما. أيوة. وكل الضباط ناس مخلصه لعملها، لان هم اختاروا المكان اللي هم هيقدروا يدافعوا فيه عن بلد. على فكره تابعنا مع بعض احداث اسم كرداسه على التلفزيونات، انت تابعتي زينا ولا كان ولا عرفتي اللي حصل في الاسم قبلينا، ولا ازاي عرفتي؟ هو اساسا يعني هو كان يوم 14/8 ده قصه الاستشهاد بتاعته، لكن يوم 13 ده كان يوافق عيد جوازنا. عيد جوازنا كان يعني يوم ما استشهد هو ده يوم عيد جوازكم؟ اللي هو قبل الاستشهاد بيوم. أوه. احنا انا متجوزه 13/8 سنه 92، فكان المفروض ان هو الاحتفال بعيد جوازنا. فهو كلمني ويعني قبل ما يجي بساعه وقال لي ايه انت هتعملي لنا عشاء ايه النهارده؟ فقلت له انا عايزه يعني عايزين نخرج نحتفل بعيد جوازنا النهارده. فقال لي طيب انا قدامي نص ساعه وجاي. فانا استنيته النص ساعه، يعني هو اتاخر عن نص ساعه، فكلمته فكانت عمرو ابن خالتي يعني، وكانت والدته رحمه الله عليها كانت طلبت ان هي تشوفه في اليوم ده. فقال لي الحاجه عايزه تشوفني وانا رايح هناك، هروح ومش هتاخر. ايوه. فيعني جهزي نفسك ان احنا خارجين يعني. نعم. وكده. وانا فعلا يعني كنت مجهزه نفسي ان احنا خارجين وهنحتفل بعيد زواجنا وكده. فهو قعد حوالي ساعه ونص، فانا كلمته قلت له انت اتاخرت. فقال لي انا مش هتاخر عليكي، انا جاي. فعلاء ابني اللي هو نمرة 2، انا عندي 2 من ولادي، هنتكلم برضو كمان عليهم دلوقتي، لان في يمكن كنت قاعده بتكلم مع مدام نجلاء قبل ما نبدا الفقره، وفي موضوع برضو يعني خاص ب هي ما كانتش عندها مانع ان هي تدخل ابنها التاني شرطه. اتفضلي. علاء قال لي يا مامي بوبي بيعمل حاجه غريبه النهارده، ان هو بينزل من عربيته وبيسال على الناس وبيسلم عليهم، حتى اللي ما بيلاقوهوش موجود بيدخل بيته يخبط ويسال عليه، بيودع الناس. هو كان بيودعهم، هو فعلا ده كان الوداع. وهو يعني لما راح قعد مع والدته وكده وقالت له وقال لها انا ماشي علشان انا خارج النهارده انا ونجله، فهي بقت يعني عايزه تمسك فيه وان انت تقعد معايا شويه. فهي بتقول ان هو رفع ايده كده وقال لها وقتكم خلص معايا، انا عايزه اروح علشان انا واعد نجله ان احنا نخرج النهارده. فطبعا هو اتصل بيا ولقيته بيتكلم كلام غريب، قام قعد يقول لي ربنا يخليكي ليا، انا عمري ما شفت واحده زيك. يعني انا حتى ايه استغربت ايه الشعر ده كله النهارده. فقلت له انت بتعمل كده عشان تهرب النهارده من العزومه. فراح قال لي والله حقك عليا، بس انا يعني انا اتصل بيا سياده اللواء رحمه الله عليه المامور اللواء محمد عبد المنعم جبر، وقال له تعالى يا عامر الاسم تاني. فهو بقى بيتكلم، فانا قلت له انا زعلانه منك، انت هترجع النهارده علشان خاطر ان انت ما تحتفلش معايا بعيد زواجنا. فقال لي والله العظيم بكره هخلص الشغل اللي ورايا، انا هاخد لك اجازه طويله جدا، يعني ممكن الاجازه المفروض ان ضباط الشرطه بياخدوا 10 ايام في السنه الاجازه بتاعتهم. هو كان قبلها عمال يقول لي ايه تفتكري ان انا اخد اجازتي شهر 7 ولا 8؟ فقلت له زي ما انت عايز. قال لي انا هخليها شهر 8 بس مش هتبقى 10 ايام. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا هاخد اجازه طويله قوي، يعني ممكن. قلت له ممكن تبقى شهر مثلا. قال لي الله اعلم، بس انا هعوضك عن اليوم ده، هاخد لك الاجازه، هنسافر. احنا كنا قاعدين في الساحل الشمالي وكان بعيدنا عن البيت لمده
شهرين ونص. حتى انا قضيت رمضان هناك، وكان بيجي لي كل يعني مثلا يجي يوم الخميس يخلص شغله ويجي لنا اخر الليل. طيب احنا خلينا هنكمل مع حضرتك، بس زي ما قلت احنا النهارده بنحتفل، يعني دايما بقول مش يوم، احنا طول السنه لازم نحتفل طبعا باهالي الشهداء وبالضباط وبالجنود اللي بجد بيضيعوا حياتهم عشاننا. معانا على التليفون دلوقتي مدام سوزان، والدة الشهيد النقيب اسلام مشهور، شهيد احداث الواحات. مدام سوزان اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك حبيبتي. اهلا بحضرتك، ويمكن سامعيني بقول ان احنا بنحتفل بيهم وهم في الجنه ان شاء الله، وبنحتسبهم عند الله من الشهداء. رسالتك لكل ام او كل زوجه او كل بنت شهيد النهارده في الاحتفال بعيد الشرطه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بهني اعياد الشرطه كلها، وبمناسبه اعياد الشرطه بهني الشهداء كلهم، وبقول لهم وبهني اهاليهم، بقول لهم كل سنه وهم طيبين، وافرحوا اولادنا دول شهداء عند ربنا، وربنا اكرمهم يعني كرم كبير جدا ان هم ربنا اصطفاهم وهم شهداء عند ربنا، وربنا بس يصبرنا بس على فراقهم يا رب. يا رب. يعني انا عارفه وحاسه بيكي، وفي نفس الوقت عارفه قد ايه انت عندك نفحه من عند ربنا ونعمه الصبر عندك موجوده. اكيد كل واحده فينا بتستغرب ازاي انتوا يعني عندكم القوه دي، بس احنا عارفين كويس قوي ان ربنا زي ما بياخد بيدي كمان نعمه الصبر طبعا ده اكيد يا بنتي والله طبعًا. يعني انا بقول قبل ما يوصلي خبر ابني انا ربنا بينزل في قلب الصبر، لو ما كانش نزل في قلب الصبر كان زمان الواحد دمر نفسه، راح يعني ضيع حياته يعني. وبعدين الضنا والذوق يعني بالنسبه لي انا كابني انا ما فيش بعده يعني. اسلام يعني اسلام الله يرحمه يا مدام سوزان، كان ليه اخوات ولاد ولا ملهوش؟ طبعا له اخ اكبر، الكبير برضه امن مركزي برضه مقدم في العمليات الخاصه، وبعدين بنتين، وبعدين هو كان الاخير بالنسبه لي. هو طبعا لان بابا كمان كان لواء جيش واخوه كان ضابط شرطه، فحب ان هو يخش المجال ده ويبقى زيهم، والحمد لله ربنا اكرمه ودخل كليه الشرطه، وراح امن راح امن عام سنتين، وبعد الامن العام سنتين ربنا اكرمه وراح ترشيح الامن المركزي عمليات خاصه. ربنا يرحمه يا رب، ويصبر قلب حضرتك، وزي ما ساره قالت ربنا زي ما بيدي زي ما بياخد زي ما بيدي، اكيد الصبر والنسيان، لكن احنا عمرنا ما هننساهم بدليل ان احنا كل على طول بنتكلم عنهم. بشكرك شكرا جزيلا مدام سوزان، والده الشهيد النقيب اسلام مشهور، شهيد احداث الواحات. بشكرك. نرجع مع حضرتك ونكمل ساعه استشهاد سياده العميد. هو طبعا يوميها بالليل طبعا هو رجع الشغل وكده، وكتب على الفيسبوك: يا رب وانمت اجزائي تحت التراب، وكنت ناسيا منسيا، هب لي ناس يدعون لي دون ده يوم مالا. الوفاة ليله الاستشهاد. هو كان عامر متعود ان هو طول ما هو نبطشي هو بيفضل يتلو القران، لانه كان حافظ اكتر من 10 اجزاء في القران الكريم. وكان عنده ملكة حفظ القرآن بتجويده رحمة الله عليه. يعني بجد كان، شوفي عامر كان ميكس، يعني هو كتب البوست ده قبل استشهاده على طول، ليلة الاستشهاد الفجر كتبه، وانا رحت متصلة بيه قلت له الكلام اللي انت كاتبه ده ايه، وبعدين هو انت يعني انت بتعمل ايه، وابنك قال ان انت بتدخل للناس تسلم عليهم. قولي لي بقى، وقت ما عرفتي او سمعتي خبر استشهاده من مين عرفتي؟ شريط التلفزيون. من التلفزيون زينا. انا كنت مكلماه، هو كلمني الساعه 10 وقال لي انت نايمه؟ قلت له انا ما نمتش طول الليل، انا حاسه بكده بقلق، ان انا قلبي مقبوض كده وقلقانه. فكان اخويا كلمني وقال لي ايه الفجر، قال لي على فكره بيفضوا رابعه والنهضه دلوقتي وانا خايف على عامر. قلت له انت سمعت حاجه؟ راح قال لي لا، بس احساسي والكلام اللي هو كاتبه على الفيسبوك، وان هو جه امبارح يسلم علينا كلنا،
انا مش تابعتي اللي حصل على التلفزيونات زي ما احنا تابعناه ولا ما حبيتيش انك تتابعي؟ كنت بشوف من اول الهجوم على اسم كرداسة، لان الهجوم كان بشع، كان يعني بشع جدا. وكان بقى يعني طبعا في التوقيت ده ان هم دخلوا بالاربيجي والجرينوف والاسلحه الثقيله، فطبعا كان هدوا الاسم وكان دمار. فروحت متصله بيه، هو كلمنا الساعه 10 وكان عايز يكلم علاء وبيوصيه عليا. علاء ده ابنه؟ علاء كان ساعتها في اولى اعدادي. فراح قال له خلي بالك من نفسك، ما تفتحوش الباب لحد، وخلي بالك من مامتك كويس جدا جدا. واحمد كان مسافر الساحل الشمالي، كلمه وطمن عليه وقال له لو احتجت اي حاجه يا احمد كلمني. فالمهم قال له بابا في حاجه؟ قال له لا ما فيش اي حاجه، انا بس اصل انت وحشتني وانا بكلم. ولاده تابعوا الحادثه؟ عرفوا يعني شافوا اللي حصل ولا لا؟ علاء كان موجود، علاء كان موجود، وعلاء كان قريب جدا جدا من عامر، حتى كان بيجي من المدرسه يقول لي بابي وحشني انا رايح كرداسه. فانا طبعا كرداسه دي انا ما بحبش الاسم ده خالص. الآن روح متصله بيه يا عامر علاء عايز يجي لك، انا خايفه عليه. فكان يقول لي هو خليه يركب تاكسي وانا هخلي ناس تستناه على اول كرداسه. طيب ما تقلقيش. هو بقى تابع الحادثه على التلفزيونات زي ما احنا تابعناها؟ هو كان ساعتها لما كلمه وكده قال له يا بابا هو انت هترجع امتى؟ قال له ادعي لي اذا كنت هرجع لكم تاني ولا لا يا حبيبي. بعدها بقى انا يعني الساعه 2:30 بالظبط انا جالي تليفون من اهله في الدقي بيقولوا ان عامر مات. فانا طبعا قلت عامر مات ايه؟ انا لسه كنت مكلماه. فروحت جريت على التليفون بكلمه، كان بيتكنسل عليا التليفون. فقلت لهم لا عامر عايش، هو اكيد اللي انا شايفاه ده كله هو مش فاضي، هو مش فيهم. هو مش فاضي، مش فاضي يرد عليا، لان انا فعلا كنت بكلمه وكان واقف بيتعامل بقول لهم امشوا من قدام الاسم عشان مش عايزه اضرب ولا رصاصه على حد. فطبعا انا كنت قلقانه جدا، فحمدت ربنا ان هو عايش شويه، ولقيت استشهاد نائب مامور اسم كرداسه. فطبعا لقيت واحد بيكلمني ابنه مع علاء بيلعب في نادي الترسانه زي عامر كده. فقال لي هو من مكان هناك قريب من كرداسه، قال لي ما تقلقيش عامر بما ماتش ده هو مصاب، هو واخد رصاصة هو مصاب. نزلتي بقى رحت اطمنتي جريتي عملتي نزلت اجري إيه؟ زي المجنونه. بس انت عارفه ان انا مثلا في لحظه انا مش عارفه البس اسود ولا البس ولا البس ايه. طب انا لو لبست اسود ما هو اكيد عايش زي ما قالوا لي. فطبعا انا سمعت الصريخ جامد جدا في التليفون. انا بقيتش عارفه هو عايش ولا ميت شويه، ولقيت خبر الاستشهاد. طبعا جريت زي المجنونه، انا طلعت الاول الشارع فلقيت واحد بيكلمني بيقول لي عم عامر بين ايديا، هو جارنا هناك، فهم لقوه مرمي في ناهيه، هم خدوه من كرداسه. أيوة. وكملوا عليه في ناهيه، مشوا بيه بالعربيه. طبعا فقال لي عم عامر، قلت له انت مين؟ قال لي انا ساكن، انا جاركو محمود. فقلت له اديني عامر، هو عامر فايق، هو فعلا في الروح. لقيته بيعيط، قال لي البقاء لله. عم عامر بين ايديا كده، قلت له طب انتوا هتروحوا فين يا محمود؟ قال لي احنا هنوديه الدقي، يعني أهله يعني عند اهله. فجريت طبعا انا رحت راجع البيت تاني، غيرت، انا كنت لابسه بلوزه بيضه وعليها جاكيت اسود. رحت طبعا اكيد غيرت، رحت طلعت اجري البس اسود. واضح ان سياده العمير ده كمان كانت علاقته طيبه جدا ومحبوب وسط الزملاء جداً. وحتى الضباط الصغيرين. عايزه اعرف من حضرتك علاقته بقى بالزملاء، بالضباط الصغيرين، بالجنود، كانت عامله ازاي؟ اولا عامر كان محبوب جدا. يعني من وهو حتى كان في الفيوم كان متعود ان هو يعني بصي اي حاجه، ان هو كان خير قوي. يجي شهر رمضان وانا اكون مثلا متواجده، هو بيفرق عليهم العيديات، الغفره والمجندين وامناء الشرطه والكلام ده كله. يروح مثلا مديني مبلغ ويقول لي وانت نازله ادي لهم فلوس. قلت له انا هتكسف من حاجه زي كده، ما تدي لهم انت. قال لي انا اديت لهم بس انت ادي لهم. انت عارفه احنا انا بسمع، يعني انا كنت بسمع عنه كلام رائع جدا. لانه انا ابويا واصوله من الدقي اصلا، واهله كلهم من الدقي، وكنت بسمع اعظم الكلمات عن الشهيد عامر. هاخد بس تليفون من زوجه من زوجات الشهداء، نحتفل مع بعض ونرجع نتكلم على اخلاقه الرائعه. الو مساء الخير، معانا سحر زوجه الشهيد العميد امتياز كامل، وهو استشهد في حادثه الواحات. الو مساء الخير.
مساء الخير، ازي حضرتك مدام سحر؟ اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي. يعني انا عايزه اقول لك انه احنا من غير الابطال اللي قلبهم من حديد ما كناش النهارده قاعدين مع بعض في بلد بنتمتع فيها بالامن والامان. عايزاكي النهارده تكلميني بعد مرور وقت كبير على الحادثه دي، النهارده انت شايفه الموضوع ازاي؟ لا طبعا، هو انا مش شايفه ان مر وقت كبير ولا حاجه، لان احنا بالنسبه لنا الموضوع كانه امبارح. يعني احنا مش احساسنا بالوقت ان هو فات سنه وكم شهر، ده مش احساس ان ده فات وقت كبير ولا حاجه. لكن طبعا بنعزي نفسنا وبنصبر نفسنا، ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى ليهم، ان ربنا اصطفى ناس معينه ان هو يكرمهم في الدنيا وفي اخره. ده طبعا وتكريم ربنا طبعا هو اهم شيء، وفي نفس الوقت يعني هو ربنا سبحان الله كرمهم على قد نيتهم وعلى قد اخلاصهم وعلى قد شجاعتهم وعلى قد حبهم للبلد، وان هم الموضوع بالنسبه لهم ما كانش كانت فعلا رساله، لان هم بنسبه كبيره بيبقوا عارفين ان هم رايحين وان ده ممكن يحصل. طيب كلميني عن يعني هو قبل ما لحظه الاستشهاد، هل هو كان حاسس ان يعني ربنا فعلا هيفتكره هيختاره؟ كلمك احكي لي بقى اللي هي اللحظات اللي قبل استشهاده. هو قبلها يعني هو الاستشهاد حصل في حادثه الواحات طبعا كانت 20/10/2017. هو قبلها بشهر 8 كان في سينا. كان قعد حوالي شهر هناك، وبعد ما رجع قال انا حاسس ان انا هموت. من بعد ما رجع وبعد ما خلص وبعد ما الكلام ده كله وهو هنا، لان هو طبعا طبيعي الشغل ان هو كان على طول بيطلع مع عربيات وكده. فانا طبعا كنت بقول له ليه بتقول كده وما تقولش الكلام دوت وليه بتفكر، ما انت ده شغلك على طول وبتاع. بس هو كان حاسس وهو كان باين عليه ان هو وانا كنت حاسه، بس ما كناش عارفين ايه يعني. كلمك مباشره قبل الحادثه؟ يعني كان اخر مره اتكلم معاكي فيها امتى؟ اخر مره اتكلم معايا يوم الخميس قبل يعني ليله يعني الحادثه حصلت الجمعه، اخر مره كان كلام بينا كان خميس بالليل. شكرا جدا ليكي يا استاذه سحر على الهاتف. استاذه سحر زوجة الشهيد العميد امتياز كامل واستشهد في حادثه الواحات. عايزه ارجع مره ثانيه للناس كلها كانت بتحب الشهيد عامر جدا الحقيقه. كل اهله واصحابه وكل الناس اللي كانت موجوده ومعارفه كانوا بيحبوه ودايما كانوا بيوصفوه بالاخلاق العاليه جدا. كلميني عن معارفه وعلاقاته كانت عامله ازاي. هو اولا طبعا هو ابن الدقي، لما كان بيروح يوم كان بيجيب كرسي ويقعد والناس كلها حواليه. يعني هو كان متعود سواء في الدقي سواء في لما كان في الفيوم وقعد 10 سنين، كان انا كنت بروح على طول مع الفيوم وكنت بشوف ايام ما كان في مركز سنورس في الفيوم، يجي كده ساعه العصريه كده يكون الدنيا هديت بقى على الاسم وبتاع، فبيبقى قاعد والناس كلها حواليه. ففي يوم انا يعني انا بصراحه لما كنت ببقى ماشيه مثلا الصبح وكده نازله القاهره، فلفت ليا نظر، كان ساعتها كان مفروض حج القرعه، ففي واحده ست هو ايه يعني كتب لها الطلب بايده وكده وقال لها ان شاء الله يا حاجه باذن الله انا بقولها لك اهو ان انت هتطلعي وهتدعي لي هناك. الموقف ده انا شفته بعيني، راحت الست جايه راحت قالت له ايه ممكن يا باشا اقول لك على حاجه انا مكسوفه اقولها لك، قال لها اتفضلي. انا قاعده في العربيه وشايفه كل حاجه قدامي، قالت له بعد اذنك انا عايزه ابوسك يا ابني. راح هو مايل عليها بايس ايديها وراحت واخده في حضنها. يعني انا قاعده في العربيه والله يعني بصي دموعي دي على الموقف ذات نفسه. واضح ان هو كان راجل فعلا خير وكان راجل طيب وكان راجل محبوب جدا، ملقب بشيخ عرب. يعني هو حتى انا بستغرب هم ليه عملوا فيه كده وليه التمثيل بجثته بالوحشيه والغير ادميه. بس هم خدوا يعني الحمد لله هم خدوا اعدام خلاص، يعني هو تم الحكم عليهم باعدام المجرمين دول. مش في غليل. انا عايزه اعرف بقى انت استقبلتي لما اكيد كلنا على فكره مش انت بس كلنا كنا قاعدين بنتابع التفاصيل القضيه وهيحصل فيها ايه وحصل فيها ايه، كلنا اتبسطنا بجد بحكم الاعدام ضد هذه دول مش مجرمين حتى ما ينفعش يتقال عليهم مجرمين. استقبلتي الخبر ازاي؟ هو طبعا كان كل مره يوم المحاكمه يتصلوا بيا، فقلت لهم يعني بصوا يا جماعه القنوات الفضائيه والكلام ده كله والصحافه تقولي، قلت لهم بصوا انا مش هتكلم خالص لان انا تعبت.
انا تعبت كل سنه مثلا يعدي سنه ابقى اقول خلاص القضيه لازم تاخد حكم لدرجه انها قعدت 5 سنين يعني الحكم النهائي كان 24/9/2018 فيعني الموضوع خد اكبر من حده المفروض ان قضيه كانت مصوره صوت وصوره بتمثيل بجثث الكلام ده كان لازم قضاء عسكري في التوقيت بس احنا ده. عندنا قضاء عادل الحقيقه ويمكن حتى لو طول الوقت بس اخذوا الجزاء المناسب المصري حقيقي. قضاء شامخ طبعا. وعادل يعني انا حتى يوميها انا افتكر كنت في قناه الدي ام سي والمذيعه قالت لي انا عارفه ان انت اساسا بتباتي بره اوضتك قلت لها ايوه فعلا انا بقالي 5 سنين انا بنام في الريسبشن بره على الشازلونج ومش هدخل اوضتي غير لما يتنفذ حكم الاعدام والنهارده فرحتي بالحكم ده ولا لا بصي يعني هو شفى على الاقل رجع له حقه يعني هو طبعا يعني هو شفى غليلنا قد ايه يعني انا قلت ان دم عامر ما راحش هدر طبعا اكيد ما راحش هدر لان هو في الاول وفي الاخر هو راح عشان كلنا عشان هو مصر. بصي كان بيحب شغله جدا وكان بيتفانى في شغله وتمنى الشهاده اقسم بالله لما كان بيجي يشوف شهيد وهو كان عايش كان يعني يقول يا رب عقبالي زيه حتى انا كنت خاف قوي ما تقولش الكلمه دي ويا رب يجعل يومي قبل يومك هو يعني طلب الشهاده ونال فعلا الشهاده فبصي كان عامر حتى يعني كان عنده حب للحياه غير عادي وعطاء طيب خليني يمكن كنت بتكلم قبل ما نبدا الفقره وحضرتك كنت بتقولي لي عندك احمد وعلاء احمد الكبير ولا علاء الكبير لا احمد الكبير واتخرج خلاص تمام وعلاء كنت بتكلم مع مدام نجلاء قالت لي كان نفسي يدخل شرطه بشوف يعني والله كل الامهات كل الزوجات اللي عندهم حتى اولاد يقول لك لا هدخلهم شرطه ما خفتيش كلنا كده انت قلتي يعني طبعا المجموع ما جابش هو بصي ما كانش عندك مانع ان انت يدخل شرطه لا طبعا هو بصي يعني عامر كان دايما يقول علاء بالذات ده احنا طبعا عارضين دول احمد وعلاء صح دول اللي ما شاء الله عليهم رجاله ربنا يحميهم احمد وده علاء ربنا يحميهم ويخليهم ده بقى كان عامر الصغير هو بيقول لي كان عامر المستقبل لان هو لعيب كوره زي عامر وكان امنيه حياته ان هو يعني يدخل كليه الشرطه ده علاء علاء ما شاء الله عليه الله اكبر ربنا يحفظه الله يحفظه انت هو كان عايز وانت كنت بتأيدي امنيته ان هو يدخل الشرطه يعني بصي حتى بعد اللي حصل الدنيا كلها انا مره قالت لي قابلني واحد ضابط فكان كنت في تكريم مره فراح قال لي ايه مش انت زوجه الشهيد عامر عبد المقصود قلت له ايوه قال لي عامر كان دفعتي وحبيبي وصاحبي بصي انا هطلب منك طلب انت ولادك عايزه تدخليهم ايه اوعي تدخلي قلت له اوعي ليه راح قال لي انت عايزه ابنك يجي في تابوت زي ما ابوه جه في تابوت قلت له ابوه ما جاش في تابوت ابوه نال الشرف الشهاده فاللي بينول الشهاده ده مش اي حد طبعا واوعى تقول كده يعني عامر ضحى علشان خاطر مصر وتراب مصر فانا مش خساره في مصر ان انا اضحي باولادي الاثنين ومش مهم انا كمان قبله ان انا بشتغل في وزاره الداخليه برضو يعني سبحان الله كل الامهات والزوجات اللي عانوا من يمكن الفراق من ازواجهم ومن اولياء امورهم طبعا الا انه برضو ما عندهمش اي مانع ان ممكن طبعا. اولادهم يدخلوا الشرطه فدي حاجه يعني جميله لانه كمان المسيره لازم تكمل طبعا ومش هتكمل الا بينا كلنا وبيكم بنحب بلدنا احنا بنحب بلدنا ومخلصين وبعدين عايزه اقول لك على حاجه يعني كفايه ان الشعب المصري وقفت رجوله طبعا فعلا طبعا. يعني بس اقول لك على حاجه 25 يناير لما حصل اللي حصل فيها وكانت عربيات الشرطه بتتحرق والكلام ده كله وقالوا ان الشرطه انسحبت لا الشرطه ما انسحبتش طيب انا محتاجه بقى اقف على الحته دي محتاجه اقف عند الحته دي لان انا شايفه كمان ان جيل ولادنا وولاد حضرتك كلهم نفسك تطلع ايه لا انا عايزه اطلع ظابط حتى بعد الاحداث اللي بيشوفوها يعني يمكن ولادنا مروا باحداث وشافوا احداث كتير جدا ما خافوش خلينا نحتفل بام شهيد تاني هي مدام ماجده والده الشهيد الرائد محمود ابو المجد استشهد في احداث انفجار الهرم مدام ماجد اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ازيكم اهلا بحضرتك وعلى فكره انا ببارك لك بقول لك الف مبروك ابنك في حته اكيد احسن من اللي احنا فيها دي كلنا بنحتفل بيه كلنا فخورين يعني عندنا ضباط ورجال امن بجد من الرجال المحترمين الحمد لله
الحمد لله، وانا فخوره بابني، وانا يعني اتكرمت تكريم كبير قوي من ربنا ان ابني شهيد يعني، وانا امي شهيد طبعا لا خوف عليهم الحمد لله. عنده اخوات يا مدام ماجده سياده؟ ايوه هو، بس هو مش رائد، ده هو كان صغير جدا، هو كان سنه 24 سنه حبيبي. كان لسه هيعلق نقيب في واحد في شهر 7، هو استشهد في شهر 1، يعني الذكرى بتاعته كانت يوم 21 اللي فات ده، يوم 21 حبيبي. احنا عارضين صورته، هو ما شاء الله عريس والله، عريس. محمود ابو ليه اخوات محمود؟ ليه اخ ضابط برضو اكبر منه، هو كان ابني الصغير الشهيد، ابني الصغير، وعندي ضابط تاني نقيب، وعندي بنت اختهم الكبيره يعني اكبر منهم بحاجه بسيطه كده يعني. عندي 3 اولاد بنت وولدين. ربنا يخليهم لك، وانا بشكرك، ويعني بنحتسبه اكيد عند الله من الشهداء. مدام ماجده ولدت الشهيد النقيب محمود ابو المجد، استشهد في حادث انفجار الهرم. خليني ارجع لحضرتك، واخيرا بقى، في بعد ما هو سياده العميد توفى، زمايله بيسالوا عليكي، بيودوكي في علاقات ولا ايه؟ هو انا اساسا انا معاهم يعني، انا ما بعدتش عنهم، لان انا شغاله في الاداره العامه للعلاقات الانسانيه. فحسيت ان وزاره الداخليه عموما هو بيتي التاني، لان انا كان طول عمري انا بحب الجهاز، بحبه بقى بكل السلبيات بكل الايجابيات. بحس ان احنا ربنا بعت لنا وزاره الداخليه دي، اللي دخل فيها عامر، وعامر مصنع الرجال، هي أكيد. هي أكيد وزاره الداخليه هي مصنع الرجال. فبصي، كل ضابط، كل فرد، كل مجند هو بيقدم خدمات لبلده. فطبعا يعني بصي، انا حسيت ان انا في وسط اهلي، في وسط اخواتي، انا بكون مبسوطه جدا جدا ان انا كمان في مكان بيخدم اسر الشهداء. ده اكيد طبعا. يعني كلنا لازم يكون لينا دور في المجتمع، وكلنا بنكمل بعض، والجيش والشرطه هو مصنع الرجال. بالظبط كده. ومصر مش هتقوم غير بالشرطه المصريه والقوات المسلحه، وطبعا ربنا يحمينا سياده الرئيس طبعاً. لان هو فعلا محتوينا كلنا. انا مبسوطه بوجود حضرتك معايا، مبسوطه ان في زوجه شهيد برضو بهذه القوه. بنحتفل كلنا اكيد مع بعض النهارده. بشكرك شكرا جزيلا مدام نجلاء، زوجه الشهيد العميد عامر عبد المقصود البطل. بشكرك، ربنا يخليك. شكرا جدا ليكي. شكرا. لسه مكملين مع حضراتكم طبعا اكيد احتفالاتنا بعيد الشرطه. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن حكايات 8 سنين من المواجهات ما بين أبطال الشرطة وجماعة الإرهاب الجبانة، بعد الفاصل.